السلام عليكم، أنا سميرة عبد الله من سكان الزرقاء، متزوجة وعندي 5 أطفال. عندي الحمد لله عدة هوايات، من هاي الهوايات واللي هي الرئيسية اللي هي الزراعة. ليش حبيتها أو فضلتها عن بقية الهوايات؟ لأنه أنا كنت ساكنة ببيت ما في روح بالمرة، عبارة عن صخر، فحاولت إني أحسن لحوالي، يعني أحسن هاي الأرض، لأنه راح بالتالي راح تتحسن نفسيتي. فبلشنا بهاي الأرض، بلشنا نزرع، بلشنا نطور على حسب إمكاناتنا الموجودة عندنا، كون إحنا ساكنين بالزرقاء. الزرقاء منطقة يعني طبيعة التربة عندها ضعيفة، عندنا شح بالماء. حاولنا انه بعدة طرق، انه مثلا نستغل مياه المطبخ عندي بالبيت على اساس اني اسقي الزريعة. فحاولت يعني بشدة الطرق، لانه سمعت مقولة واثرت فيي، انه الحجر، الشجر ما بيطلع بالحجر. فانا اثبتت بعزمي وارادتي انه لا، بيطلع الشجر بالحجر. فأنا سمعت عن مشروع الزراعة المستدامة، فحبيت إني أشتغل بطريقة صحيحة بتقنيات صحيحة. ليش؟ إنه عشان أطور هاي المعلومات اللي عندي، وأشارك الصبايا اللي معاي بالمعلومات اللي أنا اكتسبتها من زراعتي لبيتي، وإن شاء الله الله ييسر الأمور.